برحب بيك يا محمد، وبرحب بكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. خليني اقول لك ان احنا هنا في محيط يعني كنت اشتراسه، الشارع السياحي هنا في فيينا، وبالتحديد من امام اشهر الميادين هنا في النمسا، وامام النصب التذكاري في النمسا. طبعا انت عارف النهارده راح من التدريبات جوله حره لكل افراد بعثه فريق النادي الاهلي، لعيبه طبعا حضورها هنا الى فيينا، اللعيبه في جوله حره طبعا، ومستر كولر منح اللاعبين راح من التدريبات اليوم، يعني واجواء اكثر من رائعه طبعا موجوده هنا في فيينا يا محمد. طيب اكيد بقى الاجواء كلها مميزه. الاول بس درجه الحراره انا شايفها قدامي 28، لسه الاجواء كده ممطره واجواء اوروبيه بما انك في النمسا، ولا قربت شويه من جو القاهره؟ لا صراحة يا محمد الجو ممتع، يعني سواء يعني أثناء درجات الحرارة العالية الجو ممتع، أثناء يعني سقوط الأمطار الجو ممتع، لا الدنيا مختلفة. درجة الحرارة بتتكلم فيها بالفعل في 28 درجة مئوية، بالأمس طبعا كان في سقوط أمطار، لكن طبعا ما فيش درجات البرودة العالية قوي يا محمد، وما فيش درجات الحرارة العالية. يعني احنا يعني أو النادي الأهلي الظروف خدمت النادي الأهلي في اختيار التوقيت، التوقيت ده هو التوقيت المفضل، واللي اعتذر تقول كده بلغة الكورة هو ده نموذج اللي يعني الحضور الى النمسا. طبعا توقيت درجه الحراره الامور بتسير على افضل ما يرام، طبقا طبعا ل يعني البرنامج المستر كولر اللي بينفذه اللاعبين، والظروف المحيطه مساعداك في هذا الامر يا محمد. طيب اخبار بقى اللاعبين واخبار الفريق، موقف الاصابات، عمرو السليه اخباره ايه؟ مدى يعني استجابه او زيارة الكابتن محمود الخطيب وتأثير هذه الزيارة على اللاعبين في المعسكر؟ يعني يمكن دايما الفريق دايما متعود ان الكابتن محمود الخطيب في اي رحلة مع الفريق عشان مباريات رسمية، مباريات حاسمة، لكن بما انك في معسكر اكيد زيارة رئيس النادي وتحديدا الكابتن محمود الخطيب لها تأثير وليها اكيد انطباعات مختلفة عند اللاعبين وانت لسه بتبدأ الموسم الجديد. يعني خليني اقول لك يا محمد ان الكابتن خطيب وصل للنمسا اول امس في يعني تقدر تقول في تمام الساعه العاشرة بتوقيت القاهره، الحادية عشر بتوقيت العاشرة بتوقيت النمسا، الحادية عشر بتوقيت القاهره. طبعا كان معظم اللاعبين في غرفهم، فالكابتن خطيب لم يلتقي باللاعبين لحظه وصوله، ولكن كان اول لقاء بين الكابتن محمود الخطيب ولاعب النادي الاهلي في التدريب الصباحي امس. يعني شفنا الكابتن الخطيب ولقائه مع اللاعبين، وقف مع رضا سليم يتكلم مع رضا سليم، يعني وكان بيدي بعض يعني الوصايا كده لكهربا انه يساعد رضا سليم ويقربه اكتر من اجواء لاعبي النادي الاهلي. طبعا كهربا اكثر اللاعبين يعني تلاقي حديث مع كل اللاعبين. طمن ايضا الكابتن الخطيب على الامام عاشور وشاف يعني اخر تفاصيل الاصابه الخاصه بيه ويعني جاهزيته خلاص ومدى جاهزيته، وايضا يعني كان في لقطه مهاريه طبعا يا محمد ما بين الكابتن الخطيب والكابتن محمد مجدي قفشه، ساعتها يعني الكابتن خالد بيبو قال له انت رايح فين يا قفشه، ده الكابتن الخطيب يعني ادت نوع من المرح للاعبين. واكيد يا محمد مش احنا اللي نتكلم على اللمسه المهاريه للكابتن الخطيب يا محمد، يعني اللي موجودين يعني حتى يعني بعض اللي موجودين من اللي بيتابعوا المرام من النمسا او من المانيا، يعني لفت نظرهم ان الكابتن الخطيب في يعني في هذا السن وبيقدر يتحكم ويعمل الكنترول ده في الكوره، فكان في تشجيع للكابتن الخطيب من بعض الافراد المتواجدين ايضا، لان كان بجوارهم اكاديميه للناشئين على هذا الملعب. يعني الجميع لفت نظره مهاره الكنترول والتحكم من الكابتن الخطيب مع محمد مجدي قفشه. ثم انطلق المران. عايز يا محمد زي ما اقول لك انت اطمنك على حاله المصابين، خلاص الدكتور تامر ابو العينين بعد ما تم فحص اللاعب اكرم توفيق وكريم فؤاد وامام عاشور عند الدكتور كريستان فينك اللي خلاص ادى الابروف للاعبين بالمشاركه في التدريبات بشكل كامل، التحامات اللاعبين مدى جاهزيتهم للمباراه، خلاص بطمنك تقدر تقول لو في مباراه بكره بعده اللعيبه تكون جاهزه للمشاركه. الامر طبعا بيخضع لمدى الجاهزيه البدنيه والرؤيه الفنيه المستر كولر، لكن بشان الاصابه الحمد لله صفحه واتقفلت بالنسبه لاكرم توفيق، بالنسبه لكريم فؤاد، وايضا بالنسبه لامام عاشور اللي اتوقع ان شاء الله جاهزين ان شاء الله للفتره القادمه بدءا من مباراه السوبر. عمرو السليه طبعا بيسير في البرنامج التاهيلي الموضوع لعمرو السليه، كان بدا بالامس بالجري حول الملعب، خلاص دخل في مرحله مهمه من مراحل التاهيل. دكتور تامر ابو العينين
قال العضلات بالنسبه لعمرو السوليه العضله الخلفيه طبعا اللي فيها المشكله او فيها الالام طبعا بدا الامور تستجيب، وبالتالي بدا ياخد جرعات اكتر في الجانب البدني. اللعيبه طبعا محمد انت عارف الحماس اللي عند اللاعبين، خاصه ان مستر كولر كان عمل مباراه ما بين فريقين. الامر ده بيضع مستر كولر في حيره من امره، في منافسه شرسه ما بين اللاعبين في كل المراكز، الجميع بيحاول انه يقدم اوراق اعتماده للموسم الجديد. ان شاء الله يكون مردود المعسكر ده على اللاعبين في المباراه القادمه، مباراه السوبر باذن الله، ويكون الفوز وكاس السوبر من نصيب لاعب الاهلي باذن الله. طيب بالنسبه لكولر، اكيد الاستعداد دلوقتي هيكون اكتر لمباراه اتحاد العاصمه الجزائري، هي اول مباراه رسميه ومباراه ببطوله، وكولر عنده ازمه في مساله الاجنده الدوليه، ان مباراه اتحاد العاصمه اتحددت بعد الاجنده ب 48 ساعه. فالمشكله مش في لاعبي الاهلي اللي موجودين في المنتخب بس، بيرسي تاو، اليو ديانج، علي معلول، يمكن علي هيكون في مصر مع تونس، لكن بيرسي تاو عنده مباراه خارجيه، اليو ديانج مع منتخب مالي عنده مباراه خارجيه، فالسفر ووقت السفر هيكون طويل على ما ينضموا لبعثه الاهلي. كولر بيبص للمساله دي ازاي؟ وهل تلقى حلول في مساله لاعبي الاهلي اللي موجودين في منتخب مصر يا فاروق؟ يعني خليني اقول لك يا محمد، حتى الان ما فيش تقدر تقول كلام محسوم في الامر الخاص بان هو تلقى حلول لهذا الامر، لكن مستر كولر مدرب، يعني بلغه الكوره محمد مدرب واقعي بيحاول يجهز اوراقه تحسبا لكل الظروف. يعني في المباراه الوديه او التقسيمه الوديه كنا بنشوف ثنائيه ما بين احمد نبيل كوكا واليو ديانج، بنشوف مروان عطيه وبجواره كريم نيدفيد، وعايز اطمنك على الحاله اللي ظهر عليها كريم نيدفيد، واحد من اهم المكاسب ان شاء الله للنادي الاهلي. ايضا صلاح محسن ظهر بشكل ممتاز جدا، عايز اطمنك ايضا على رضا سليم. مستر كولر بيحط سيناريوهات للتدريبات، وبالمناسبه محمد يعني الامر ده مهم جدا، وجود كارلوس المطور الاداء، وانا يعني بكون صريح معاك جدا محمد في الانتقاء الامر او الوصف للوظيفه او البوزيشن الخاص بكارلوس. كارلوس اللي انضم لجهاز النادي الاهلي ده مهمته الاساسيه مطور اداء ومكتشف مواهب. مستر كولر مخصص بعض اللاعبين بيشتغل معاهم مستر كارلوس، ابرزهم اللاعب زعلوك لتطوير النواحي الهجوميه عنده ومراحل انهاء الهجم. لاعب زي خالد عبد الفتاح بيلعب بالقدم اليمنى بيشتغل معاه انه يلعب بالقدم اليسرى، لاعب زي رأفت خليل بيلعب بالقدم اليسرى بيشتغل معاه انه يلعب بالقدم اليمنى، ده جزء من النواحي اللي شغال عليها مستر كولر او كارلوس مع مستر كولر. ايضا استغلال ضربات الرأس بالنسبه لي اللاعب معتز محمد، ويعني اكتشف ان او شاف ان اللاعب عنده اجاده لضربات الرأس، وبالتالي بيطور هذه النواحي. مستر كولر بيحاول يكون عنده البديل، بيحاول ان هو يشتغل على مباراه اتحاد العاصمه، بدا طبعا ان هو يتفرج في جلسات جامعه ما بينه وما بين ياسين المكاري محلل اداء النادي الاهلي للوقوف على كل التفاصيل الخاصه بفريق اتحاد العاصمه. واعتقد يا محمد ان البروفا القويه او المباراه اللي هياخدها النادي الاهلي يوم الثلاثاء القادم امام احد فرق المقدمه في الدوري السلوفيني هتكون تجربه قويه جدا، من خلالها مستر كولر يعني تقدر تقول هيحط الرتوش الاخيره للمواجهه، يقدر بالنسبه له. اتفضل يا محمد. الماتش هيبقى الساعه كام يوم الثلاثاء؟ المباراة هتكون الساعة الرابعة بتوقيت القاهرة، الرابعة معذرة محمد بتوقيت النمسا، الخامسة بتوقيت القاهرة. أنت عارف إن مصر تتقدم على النمسا بفارق ساعة، فالمباراة هتكون في تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت النمسا، الخامسة بتوقيت القاهرة. مستر كولر يعني تقدر تقول كل دقيقة كل ثانية قاعد بيحضر بيجهز، عايز يتابع كل الظروف، يقف على كل الأوراق، ولكن في نفس الأمر زي ما قلت لك إن بواقعية بيحاول يجهز البدائل، بيحاول يعني شفنا ثنائيات ما بين يعني محمد عبد المنعم ومحمود متولي، رامي ربيعه وياسر ابراهيم، امور كلها مستر كولر بيحاول يجهزها تحسبا لكل الظروف. اخر سؤال يا فاروق في الجوله الحره عشان ما نطولش عليك اكتر من كده، اللعيبه كلها مع بعض ولا كل واحد بقى راح في اتجاه فرصه تعمل شوبينج بقى وتشتري حاجات لو في ادوات رياضيه حاجات زي كده ممكن تشتريها من اوروبا، وهل انتوا قريبين منهم ولا بعيد عنهم شويه؟ يعني خليني اقول لك يا محمد، انا النقطه الاخيره انا ما سمعتهاش كويس، لكن اكلمك على الجوله الحره بالنسبه للاعبين. أيوة. يعني كل اللاعبين، في بعض اللاعبين فضلت انها تكون في منطقه قريبه من مقر اقامه الفريق اللي هي باد تيتس مندورف، في بقى انما اغلب اللاعبين تقدر تقول 90 او 95% من اللاعبين
جم الى هنا الى فيينا طبعا برفقه الجهاز الفني بالكامل والكابتن خالد بيبو، الكابتن سمير عدلي، كل لعيب انت عارف بقى محمد الشوبينج والامور دي، كل اللاعبين بيقتني بعض في بعض اللعيبه بتقتني بعض الاحذيه الرياضيه من الماركات العالميه، بعض اللاعبين طبعا في بقى حراس المرمى بالمناسبه سواء الكابتن الشناوي، مصطفى شوبير، حمزه علاء، طبعا انت عارف القفاز والامور دي بيحاول ان هو ينتقي افضل الامور، فتتلاقي الثلاثي يعني في اتجاه بعض اللاعبين في اتجاه، لكن الجلسات طبعا انت شوف الشارع السياحي بالمناسبه محمد او كنت اشترست الشارع السياحي هنا في النمسا، يعني في كل مكان بتلاقي لعيبه النادي الاهلي موجودين، بتلاقي مجموعه من المصريين اللي موجودين يعني بكثره هنا في النمسا بيتصوروا معاهم، بعض افراد الجاليه التونسيه بيدوروا على علي معلول، يعني تسال وانت ماشي في فيينا محمد بعض التوانسه يسالك فين علي معلول، انت شفت اخر مكان شفت فيه علي معلول فين، فانت بتبدا ترحل يعني لبعض الجماهير انها تقابل اللاعبين طاهر محمد طاهر وشوبير ومحمد هاني الثلاثي طبعا، يعني اخر ثلاثه انا لسه سايبهم في الشارع السياحي في النمسا، لكن اجواء ممتازه محمد، النمسا فعلا يعني مكان زي ما بيقولوا جنه بجد النمسا، واختيار موفق جدا من قبل النادي الاهلي. فاروق صلاح موفد قناه الاهلي في معسكر الفريق في النمسا، انا بشكرك شكرا جزيلا.